جهتنا جهة الكيف جهة ثرية المعالم، كل شيء يقودنا إلى التاريخ، والتاريخ كله منحصر في جهة واحدة هو الكيف، هي من أعرق الحضارات في تونس، نوميدية هي أصلها نوميدية، ثم تعاقبت عليها من أكبر الحضارات كارتاج، ثم الرومان، ثم البيزنطيين، ثم الفتح الإسلامي، فتونس تحاولت معمرة تركية جاء فيها يعني تركي ميليتير عسكري، وأنجب أبناء منهم حسين بن علي اللي سي لو فونداتور ديال العائلة الحسينية. القصبة هي أصلها الأصيل نوميدية، ثم تحسنوا وخذوا نوع من الحجرة الرومانية وحسنوها، حسنوا في الفتح الإسلامي، وبحذها الإجليز سان بيير هي البازيليك اللي نسميها نحن البازيليك. البازيليك هي كيف من أقدم معالم فاليو كريتيان كيف. ثم عندك سيدي بو مخلوف، ترى تعاقب الحضارات في المعالم بحث بعدها. لو تشوف انت مثلا هنا هي العربي بشكل عربي، لكن استعملوا الماتيريو رومانية، معناتها استلهموا من الرومان وخذوا منها. هو ستان ميكساج بالحضارات حتى في البنايات. بلاد ثرية، واحد ما خذتش الصدى اللي كانها تعرف حتى من نحبوا لفتة نظر من السلطات السياسية باش كيف يحضر قيمة سياحي نحبوا يكون